كما أثارت خطة الحكومة اليابانية قلقاً بالغاً في الدول المجاورة.우선 정부는 일본 정부의 후쿠시마 원전 오염수 해양 방출 결정에 대해 강한 유감을 표하며 في 15 من أبريل من عام 2021 المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية هاري روك أدلى بمعلومات عن القضية في مؤتمر صحفي. First principle is that we are one ecosystem. Second principle is that we are interconnected. And the third principle is that the polluter must pay. في نفس اليوم أعربت لجنة من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة عن أسفها العميق لقرار اليابان، وقالوا إن إطلاق مياه الصرف الملوثة من محطة فوكوشيما النووية المتضررة في المحيط سيؤثر على حياة الملايين وسبل عيشهم في منطقة المحيط الهادئ. 我们敦促日方以负责任的态度处理好这一问题. يرى منتدى جزر المحيط الهادئ أن تصريف المياه النووية الملوثة في البحر ليس مسألة محلية، ويحث اليابان على الاسترشاد بالعلوم والبيانات الموجودة في أعمالها. في منتصف القرن العشرين اختارت الولايات المتحدة جزر مارشال النائية كموقع لإجراء تجاربها النووية، ونتيجة لذلك عانى سكان الجزر من مشاكل صحية خطيرة، وتعرضت البيئة البيولوجية المحلية لأضرار كبيرة، وبقيت مناطق شاسعة غير صالحة للسكن لعدة عقود. في كوريا الجنوبية احتج العديد من المواطنين والمدافعين عن البيئة على قرار اليابان حول إطلاق مياه الصرف الملوثة في محطة فوكوشيما دياتشي إلى البحر. 안 좋은 소식들이 많이 들려오고 있는 것 같아요. 혹시 오염수를 방류하겠다라든지, 근데 사실 어떻게 보면 바다는 공동의 재산인 거고 또 식탁을 위협하는 문제라서. في جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 14 من فبراير من عام 2023 أعرب نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري تشوماكوف عن قلق بلاده بشأن خطة اليابان لإلقاء مياه الصرف الصحية الملوثة من فوكوشيما إلى البحر. Рассчитываем, что Токио проявит должную степень транспарентности и будет информировать о своих действиях, которые могут представлять реальную радиационную угрозу, и в случае необходимости позволит провести мониторинг. مع اقتراب التاريخ الذي أعلنته الحكومة اليابانية لإطلاق المياه الملوثة نوويا في البحر، لا تزال الحكومة اليابانية تواجه الإدانة داخل وخارج البلاد، لكنها لا تزال لا تظهر أي مؤشر على استعدادها للتصرف بمسؤولية وبشفافية، أو بالبحث عن حل أفضل للقضية رغم الدمار المحتمل لأفعالها على البيت المشترك للبشرية جمعاً.